يعطيكم العافية شباب. في هذا الفيديو بدنا نحكي عن الكواليتيتيف بروبلمز تبعت الميتل اكستروجن والميتل دروينج كمان مع بعض. List the similarities and differences between direct extrusion and drawing. Between extrusion in general, let's say, والدروينج. Similarity انه the product in both has a uniform cross section. Both are applied on metals. The structure more or less is similar for the produced, اللي هو extruded part or drawn part. والsurface roughness إلى حد ما شبيه. Both can produce also hollow parts. بالنسبة للdifferences, الextrusion more commonly is done hot. أما الدروينج generally is done cold. مقدار الريدكشن في الاريا في الاكستروجن كثير أكبر. وفي الاكستروجن الستريسز mostly are compressive stresses forces أو pressures. وبالنسبة للدروينج لا في تنسايل هو المين ستريس. الأطوال بالنسبة للدروينج اللي هو الانيشال برودكت لينث يكون أطول منه من الإكستروجن برضو. Explain why extrusion is a patch or a semi-continuous process. You think it can be made into continuous process? Explain. أشوفنا إحنا بالإكستروجن لازم يكون في اللي هو الإكويبمنت فيها كونتينر. وهذا الكونتينر is limited. قد ما كان يعني الطول تبعه راح يظل limited. بلس انه الماتيريال initially is solid. مش زي البوليمر اكستروجن. الماتيريال هي liquid فبالتالي بقدر اظلني اضيف more material that mix and weld or join. اللي هو ال keep joining the part فبضلها العملية ممكن تكون continuous. بس اللي بيرفع اللي هو ال production تبع الاكستروجن اللي هو انه reduction في الاريا عالي بالتالي زيادة الطول ممكن تكون عالية بس still يعني it does not reach اللي هو ال continuous. هلا ممكن we reach اللي هو much higher reduction في الاريا especially في الهيدروستاتيك اكستروجن فإت مايت ابير لايك اف ات از ا كايند اوف كونتينوس اوبريشن. الاكستروجن ريشيو داي جيومتري اكستروجن سبيد بيلت تمبرتشر اول افكت ذا اكستروجن بريشر اكسبلين واي. شفنا الاكستروجن ريشيو direct related لل force اللي هي later on ال pressure هي force over the area. فكل ما زادت مقدار اللي هو reduction كل ما زاد ال strain فبالتالي بتطلب اللي هو stress أعلى. ال die geometry especially اللي هي ال die angle شفنا it affects the force mainly اللي هو الـ friction والـ redundant force. Extrusion speed بيأثر على الـ temperature. ممكن يرفع الـ temperature بزيادة. والـ temperature mainly بزيادتها بتقلل الـ strength of the material فراح تقلل الـ pressure. Explain why cold extrusion is an important manufacturing process. هذا الكولد اكستروجن شفنا الـ في عليه ليميتيشن سبيشلي بالسايز سمول سايز لانه الدكتيليتي قليله والفورس المطلوبه تكون عاليه حتى ليميتد بانواع الماتيريالز ممكن نسويها. مع ذلك له ادفانتج اللي هو زي الادفانتج تبعت اي كولد وركينج ان جنرال اللي هي البيتر ميكانيكال بروبرتيز للبروديوست برودكت.
What is the function of a stripper plate in the impact extrusion? شايفينها بالصورة. هلا هاي avoid ال sticking between اللي هو ال part اللي هي ال extruded part وال punch. وبرضه بتسوي عملية اللي هي الريموفل لأنها بتتحرك على البنش هاي الستيبر بليت. Explain the different ways by which changing the die angle affect the extrusion process. المين افكت يعني أو المين تو افكتس تبعت ال die angle إنه زيادتها بتقلل الفريكشن ونقصانها بيزيد الفريكشن يعني at low die angles الفريكشن بتزيد بس بالمقابل redundant force بتقل على smaller angles وبيزيد على اللي هو large angles لذلك في optimal angle عندها بتكون هي الفورس أقل فورس لا في other effects يعني at higher angles الميتال ديد زون بتزيد هاي واحدة من الافكتس برضو اللوبريكيشن بيكون مور انستيبل ات لارجر داي انجلز في عملية الاكستروجن glass is a good lubricant in hot extrusion would you use glass for impression die forging also explain في عملية الاكستروجن الماتيريال بتضلها continuously going on بس بالفورجنج هي بتضلها in place هذا بشكل اللي هو challenge بالنسبة لل removal of اللي هو lubricant later on بخليها تاخد حيز من ال volume تبع ال product فبالتالي بيأثر عليها فلا يحبذ استخدام الجلاس as a lubricant في الimpression die forging. How would you go about avoiding center cracking defects in extrusion? Explain why your method would be effective. هلا هو ال center cracking بنتج نتيجة اللي هو ال non-uniform bulk deformation بتصير نتيجة اللي هو التحول اللي هو ال stress into tensile stress that mainly بتسوي زي nicking و fracture في المنطقة الأضعف اللي هي ال center لأنه بيكون مش واصلها اللي هو أثر ال compressive force اللي يسوي لها work hardening فبتصير أضعف تنكسر بس الكسر بطلعش لبرا لأنه المنطقة الخارجية بتكون more stronger بتضلها limited بالنص وبتصير على شكل intervals هلا في two parameters ممكن نغيرهم to avoid اللي هو ال central burst أو ال center cracking اللي هو زيادة ال extrusion ratio وبالتالي بوصل ال deformation لل center واللي هو تقليل الداي انجل اوكي تقليل الداي انجل بيخلي مش اللي هو زي sudden production بتكون more or less possible انها تصير اللي هو center cracking defect table 15.1 gives temperature ranges for extruding various metals describe the consequences of extruding at A below و B above these ranges. شو مثلا بالنسبة للألمنيوم 375 إلى 475. هلا above that بس below melting point شو بصير و below that اللي هو 375 شو بصير. هلا below راح تكون ممكن تصفي زي cold extrusion فهذا بتطلب force عالي وبنفس الوقت الدكتيليتي بتكون أقل أما above that بتصير أنا عندي مشكلة اللي هي برضو بتصير في ال hot extrusion in general اللي هو ممكن احتمالية الأكسدة وتشكل اللي هو السكال بتزيد
Will the force in direct extrusion vary as the billet becomes shorter? If so, why? Yes, we didn't يعني mention that في المحاضرة بشكل واضح كثير يعني. بس احنا في عنا اللي هو الفريكشن. الفريكشن مش بس يعني هو مين للفريكشن الأهم حكينا اللي هو between the billet والداي. بس برضو في فريكشن بيصير between the billet والكونتينر. As the extrusion process proceed, فالبلت بتكون عمالة بتطلع لبرا, فبتصفي البلت inside عمالة بتصير أكثر. And shorter pellets will for sure have less friction اللي هو between the pellet والwall, أوكي, الكونتينر. بالتالي overall راح تقل اللي هو required force, لأنه نتيجة نقصان الفريكشن مش between the pellet والداي, لا between the pellet والكونتينر. Comment on the significance of metal flow pattern shown in figure 15.6. هلا هذا حكينا فيه بالمحاضرة اللي هو بالنسبة لأي بنشوف الـ outcome more uniform, بالنسبة لبي في الـ outcome more dense في السنتر, وبالنسبة لسي الـ outcome more dense على السيرفس منه بالسنتر. And this is caused due to اللي هو dead zone. Dead zone نتيجة اللي هو فرق الـ compression, وبرضو main factor اللي هو الـ temperature. Temperature إذا بتزيد mainly due to اللي هو friction, okay. إذا بتزيد في one area, هاي الأريا بترتفع درجة حرارتها, بتصير softer, بصير فيها ال deformation more effective, okay. والعكس صحيح, ممكن الفريكشن ما يكونش وصل اللي هي لا 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 قيمة إنه ترفع درجة الحرارة, فبتكون عمليا بس عماله بيسوي اللي هو resistance للديفورميشن على منطقة السيرفس, وكان بالتالي بيكون العكس اللي هو الديفورميشن مور افكتيف مش بالسيرفس, بيكون مور افكتيف بالسنتر. In which application could you use the type of impact extruded parts shown in figure 15.15. لمين اللي هذول في البارتس اللي بيكون شكلهم زي الكابس, اوكي, مين اللي في الكولابسبل تيوبس, اوتوماتيف بارتس, and this is mainly applied for non-ferrous metals such as aluminum, magnesium, copper, اكثر منه من الفيرس ميتلز, لانه this is done اللي هو cold extrusion, فبالتالي بدها تكون مادة إلى حد ما soft والدكتورتي عالية at room temperature, which is not the case for ferrous metals. What is the purpose of the land in a drawing die? Is there a limit to the size of the land that should be used? Explain. هلا land اللي هو بيسوي زي عملية بضمن انه الـ final diameter is as intended, okay. يعني بمنع اللي هو kind of elastic recovery for a certain period of time, let's say, or at a certain stage. برضو انه in case صار في wear before, بيكون ضامن انه يعني في زي مارجن انه ستيل الفاينل دايامتر يوصل القيمه اللي المطلوبه. هلا له ديس ادفانتج لا شك, انه بيزيد الفريكشن وممكن يسوي ستيكينج ويسوي سيرفيس ديفكتس, فلذلك يعني مش لازم يكون كثير اللينث تبعته كبيره. Can spur gears be made by drawing? اللي هي الصورة اللي على الشمال. And extrusion. Then can helical gears also be made?
اكسبلين. لما نشوف السبير جير اللي هو اللي على الشمال مقابل الهيليكال جير اللي هو على اليمين. السبير جير له في تفصيل خارجي اللي هي الاسنان، وله تفصيل داخلي اللي هو زي المجرى الدائري بس فيه زي كي، اوكي، اللي هي زي ريكتانجل في التفصيل الداخلي محفور على طوله. هلا السبير جير لا شك انه كثير اسهل سواء دروينج ولا اكستروجن، اوكي. ليش؟ لانه الشكل ثابت، المقطع ثابت اللي هو يعني ممكن وي اكسترود بارت لها طول طويل، بتكون المقطع الكروس سكشنال شيب ما بتغير، اوكي. فبعدين ممكن اللي هي نقصها انتو حسب الثيكنس اوف اللي هو ريكويرد جير. المشكله بالهيليكال انه المقطع الخارجي عماله بلف بالمقابل المقطع الداخلي ثابت، فهاي بيج تشالنج. لو كان بس المقطع الخارجي بتغير والداخلي ثابت يعني اسهل انه ممكن نسوي عمليه يعني زي تورشن، اوكي، تويستينج يعني تو ا سيرتن ديجري. بس كيبينج ذات مع انه في انا عندي مقطع داخلي ثابت، فهذه اتس ا بيج تشالنج. How would you prepare the end of a wire in order to be able to feed it through a die so that a drawing operation can commence? هذا حكيناه في المحاضرة، إنه إحنا at the start of اللي هو الإكستروجن or drawing. لا سوري، الإكستروجن في 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 pushing from the back. بالتالي مش تحدي موضوع اللي هو start of the operation. بس التحدي موجود وين؟ موجود في الدروينج. انه الدروينج اتس ا بولينج ميكانيزم، فانيشال بتكون البلت لها كروس سكشنال اريا اكبر من فتحه الداي، فبالتالي صعب، ما فيش امكانيه اسحبها اذا ظل لها نفس الكروس سكشنال اريا. بالتالي وي شود ريديوس ذات كروس سكشنال اريا بحيث تكون اقل من فتحه الداي وعشان نقدر نسحبها من بعد الداي. اذا سوينا هيك حكينا عن طريق الماشينينج راح تكون الماده ضعيفه فبتكسر معي، بتتحملش البريشر اللي عليها. وي شود دو ذات باي اللي هو كايند اوف ا بالك ديفورميشن بروسيس اللي هي عندي اياها اللي هي السواجينج، which is a kind of اللي هي الروتري سواجينج، كايند اوف ا فورجينج اوبريشن اللي بتخلي شكل البدايه الواير زي تيب، زي تيب مخروطي. الاير تبعته اقل بس الميكانيكال بروبرتي تبعته اللي هي سترونج، فبتتحمل البريشر السحب، اوكي، عبين ما نطلع اللي هو الستارت اوف ذا واير اوت اوف ذا الداي اكزيت. What is the purpose of dummy block in extrusion? The dummy block تمنع الستيكينج between the pellet والرام، فبالتالي بتحافظ على الرام. والدمي بلوك برضو بتسوي انشور انه كل البيلت ماتيريال تطلع برا اللي هو الداي. Describe your observation concerning figure 15.9. هذول اللي هم زي هولو شيبت شو اسمه اللي هو الاكسترودد بارتس، اوكي. الفكره فيهم انه بس طبعا في عده انواع مختلفه زي البورت هول والسبايدر داي والبريدج داي. الفكره منهم انه بتسوي زي عمليه دايفيرجنت للبلت وهي طالعه، فالقطعه بتنقسم لاكثر من قطعه، وليتر اون في بيكون زي شامبر الايريا تبعتها صغيره او ضيقه، فهذا بيخليهم ذير ريميرج توجذر، اوكي. بس هذا الريميرج راح يكون على بريشر عالي ودرجه حراره عاليه،
بيسوي عملية ويلدينج later on. This is an expensive process وفيها كثير challenges لأنه واحدة منهم اللي هي استخدام اللوبريكنت غير ممكن لأنه راح يأثر على اللي هو على الويلدينج. Occasionally steel wire will drawing will take place with a sheath of soft metal such as copper or lead. What is the purpose of the sheath of this sheath? حكينا this is اللي هو this is اللي هي الكوتينج والكوتينج واحدة من اللوبريكيشن ميثودز بالدروينج. حكينا اللوبريكيشن ميثودز اللي هو الدراي دروينج والويت دروينج والكوتينج والالتراسونيك فايبريشن. فالكوتينج للستيل واير بكوبر اولد which is another metal بس هذا metal softer والفريكشن عليها بيكون اقل. اوكي that's kind of a lubrication method. وبرضه زي كده في الـ في الـ في الـ اذا استخدمها في البندل واير دروينج تمنع اللي هي الستيكينج بين الوايرز. Explain the advantages of bundle drawing. في عندي two main advantages of bundle drawing. الأهم إنه هو بضاعف ال production rate لأنه I draw a number of wires at once مش a single wire at once. و number two إنه ممكن أوصل فيه ل wires final diameters كثير دقيقة. Under what circumstances would backward extrusion be preferable to direct extrusion? The main advantage is that it friction, especially between the pellet and the die, sorry, and container. لما يكون الميتال عنده فريكشن عالي فبفضل اني استخدم اللي هو الباكورد اكستروجن اوفر الدايركت اكستروجن مع انها اصعب مور اكسبنسيف بس بيكون لها نيسيسيتي. Why is lubricant detrimental in extrusion with port hole die? Detrimental يعني غير ممكن يعني بيخرب العملية. البورت هول اللي هي اللي هو هذول ال واحدة من هذول الشامبر أو الويلدينج إكستروجن. أوكي حكينا اللوبريكنت هون راح والأفكت ذا ويلدينج ممكن يمنعه أو ممكن يدخل في ال في ال في الستركشر تبعته وبرضه راح يخليه أضعف لذلك we can't use it. In hydrostatic extrusion, complex seals are used between the ram and the container, but not between the pellet and the die. Explain why. الـ hydrostatic extrusion هي آخر رسمة على اليمين. فمنشوف seals. نشوف seals وراء. Okay. عند الرام. Okay. ومنشوف seals above the die. بس ما فيش seals على الداي اكزيت. ليش؟ لانه عند الداي اكزيت راح تكون البلت كومبرست وملي كل الفراغ بالتالي ما بطلع الليكويد من اللي هو من الداي اكزيت فما في داعي للسيلز لانه برضه السيلز ممكن تاثر على الشيب او تاثر على الاكستروجن بروسيس. This is all for extrusion and drawing qualitative questions.